السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد حنتناول فيه يا شباب موضوع مهم جدا جدا، وهو الـ Active Directory Authentication من جهة البروتوكول الـ SMB. يعني إيه؟ يعني لو عندي فايل شير عند أجر، إزاي أقدر أخلي المستخدمين أو اليوزر بتوعوتي اللي جايين من الـ OnPrem أو اللي جايين من الـ Active Directory بتاعي، اللي هو مش Azure Active Directory، اللي هو الـ OnPrem Active Directory، ازاي يطلعوا يستفيدوا من ملفات المشاركه ديت او الشير فولدر اللي انا حاطه عند اجر بالبرميشن او الصلاحيات اللي هم جايين بيها. الحقيقه الموضوع ده مهم، وانا شخصيا تواصل معايا اكتر من شخص بيسال او عنده شغل عاوز يعمله او بروجكت هو شغال فيه، فيعني الرؤيه مش واضحه له شويه، او حتى حد يكون معلوماته ناقصه فيه او بيذاكر حاجه معينه، فبالتالي هي المعلومات هنا ممكن تكون مهمة بالنسبة لكل حد مهتم بالناحية. عشان كده احنا قررنا نجمع المعلومات ونشتغلها مع بعض بايدينا، لانه بيتم الموضوع ده علشان نعمله انيبل او عشان نفعله عندي ونشتغل عليه، بيتم وفق مجموعة من الخطوات ومجموعة من الاعدادات هي لازم تتنفذ بطريقة معينة او بستيب باي ستيب. خلينا في البداية هناخد اوفر فيو، ناخد كده رؤيه عامه، ونقول انه الاجر فايل زي ما احنا شايفين دلوقتي بيسبورت الايدنتيتي بيست اوثنتيكيشن اوفر اس ام بي. هو مش الموضوع مش جديد يا شباب، هو الموضوع تقريبا ليه سنتين وشويه على الاجر، من سنتين وشويه، ولكن لصعوبه التعامل معاه او لقله المصادر اللي بتتكلم عليه فهو مش منتشر، ولكن فعليا الموضوع ده مهم جدا، وزي ما قلت مش شخص او اتنين، لا ده اشخاص بيسالوا وحابين يعرفوا وحابين يشتغلوا على الموضوع ده، لانه في كاستمر مثلا طلبه او هو حاجه ليه، وهنشوف بعد كده المنافع بتاعته وازاي اني اقدر احل بيه مشاكل. خلونا في البدايه نفهم انه الموضوع ده ممكن حضرتك تطبقه سواء كنت شغال اكتف دايركتري في الاونبريم او الكلاسيك اكتف دايركتري او الويندوز اكتف دايركتري، سميه زي ما تسميه، او حتى كنت شغال اجر اكتف دايركتري دومين سيرفيس، اللي هو يا شباب الاكتف دايركتري اللي بنحطه على في ام او اللي بناخده من اجر كده، يعني از سيرفيس. تمام، المستخدمين او اليوزر اللي جايين سواء جايين عندك من الداتا سنتر اللوكال او جايين من الاجر اكتف دايركتري دومين سيرفيس اللي احنا قلنا عليه، هم هيتمكنوا بعد تفعيل الميزه ديت او بعد انتهاء العمل، هنشوف مع بعض هو ازاي هيستفيد من الملف اللي متشير عند اجر اللي هو الكلاود فايل. هيستفيد منه، هيقدر ياكسسه، هيقدر يتعامل معاه من خلال الاوثنتيكيشن او الصلاحيات اللي جاي بيها اوريدي من او اللي طالع بيها اوريدي من الاون بريم عنده، او اللي جاي بيها من الاكتف دايركتري اللي هو جاي منه. يعني مش كلاود يوزر يا شباب، انا ما بتكلمش على كلاود يوزر. كلاود يوزر هو اوريدي ما عندوش مشاكل، لانه خلاص هو هيقدر يتعامل مع البيرميشن من خلال الكلاود او من خلال البورت. المشكله فعليا تكمن في اليوزر اللي جاي من الاون بريم، هو جاي بصلاحيات معينه، او هو طالع كلاود اصلا، وهو مثلا قد يكون باور يوزر او قد يكون ادمنستريتور، فليه بيرميشن اوريدي على الشير، فلما يطلع البيرميشن ده مش هيمكنه ان هو هيستفيد من الاجر فايل شير بالطريقه العاديه. لازم نشتغل على الموضوع ده بشويه خطوات او اعدادات زي ما قلنا مع بعض. خلينا في البدايه نروح نشوف ايه هي المدعوم او الغير مدعوم، علشان قد يكون مثلا واحد شغال ويندوز سيرفر 2008 فحابب يطبق الموضوع ده عنده، فبنقول له من دلوقتي الموضوع ده مش بيسبورت او ما بيدعمش الويندوز سيرفر 2008، هو بيبدا زي ما احنا شايفين كده من 2012 وما اعلى، يعني 2012 19 و2022 وفيما يتعلق بالويندوز 9 فهو بيبدا من ويندوز 8 7 ما بيدعمش، وبالتالي قبل 7 مش هيتبع معاك، وان كان ما حدش يعني شغال لحد دلوقتي ويندوز اكس بي او ما شابه. فيما يتعلق بالسكيورتي او التشفير الخاص بالكيربروس، احنا قلنا ان اليوزر جاي من الاونبريم هو جاي كيربروس. تشفير ال 128 يا شباب انا خليتها لكم اهو باللون الاحمر علشان ناكد المعلومه انه مش بيدعم تشفير ال 128،
بيدعم فقط ال 256. ولو حضرتك اوريدي شغال اجر فايل سينك، يعني لو ملفاتك اون بريم حابب او رحلتها كلاود وبتعمل سينك ما بين الاثنين، فهو بيدعمها دعم كامل. خلينا نروح نشوف المنافع اللي هحصل عليها لو طبقت الموضوع ده عندي في الشغل. اول حاجه، لو انا حبيت اني استبدل خوادم او سيرفرات الفايل شير اللي عندي او الفايل سيرفر اللي عندي في الاون بريم، لو حبيت ان انا اعمل لها مايجريشن ارحلها للكلاود، فبالتالي هنا هي كانت شغاله عندي في الاون بريم وكان اليوزر متعرفين عليها وكانوا واخدين صلاحيات عليها، فبالتالي لما اعمل لها مايجريشن علشان بقى يعني استفيد بالمنافع اللي هاخدها من الكلاود، اللي هي مثلا المزايا الافالابيليتي والسكالابيليتي والبنفيت المختلفه ديت علشان احصل عليها، فبالتالي انا لما اعمل مايجريشن هنا الفايل سيرفر عندي في الشغل اطلعه كلاود، انا مش هبقى قلقان لانه هيطلع بالبرميشن اللي جاي منها، واليوزرات هتتمكن فعليا من ان هي تتصل بالملفات بصلاحياتها اللي جايه بيها. دي اول المنافع. تاني منافع وحاجه مهمه جدا يا شباب، ان هو لما اجي اشتغل على ابلكيشن واجي ارحله او احوله للكلاود اللي هي بيسموها الليفت اند شيفت، لو انا عندي ابلكيشن كنت شغال عليه في الداتا سنتر عندي، فبالتالي الابلكيشن ده انا بستور ليه او بخزنه عندي على الفايل سيرفر او الفايل شير كلوكال سيرفر، انا كان عندي اصلا في الداتا سنتر عندي، فبالتالي برضو هلاقي هنا ان اليوزر كان واخد عليه سماحيات او صلاحيات ان هو يضيف يحذف ان هو يقرا ان هو او دخول كامل زي ما احنا فاهمين. فبالتالي لما اخد الابلكيشن ده ارفعه عندي على الاجر هيبقى كلاود ابلكيشن، صح كده؟ طيب اليوزر بقى اللي كانوا بيدخلوا عليه هيدخلوا ازاي؟ يعني اليوزر اللي كان واخد فول اكسس هيبقى واخد اوريدي فول اكسس برضه بالطريقه العاديه قبل ما افعل السيرفيس اللي هي الايدنتيتي بيست اوثنتيكيشن، كان هيبقى فيه شويه كومبيتيشن الاول وشويه حوارات كده وحركات علشان امكنه فعليا من ان هو يدخل على الابلكيشن ويستفيد منه. لكن مع الطريقه ديت انا مش هبقى الان او مش هبقى يعني حاطط شيء في دماغي انه لسه هقعد اعمل اوثنتيكيشن من جديد ولسه هعمل اعرف يوزرات واديهم صلاحيات، لا انا هاخد الابلكيشن بالصلاحيات اللي متاخد او متاخد اوريدي عليه او كان اوريدي متفعل عليه صلاحيات للمستخدمين هطلعه وهيطلع بنفس الشيء. ثالث حاجه واهم حاجه في رايي، لما نكون حابين نعمل الباك اب والريكفري او الدي ار في سايت تاني، فممكن يكون السايت ده عندي هو اجر. يعني انا بتخيل انه سي من الناس عنده فايل سيرفر عنده في الشغل، فحابب انه هو ياخد نسخه تانيه من الملفات او نسخه تانيه من الشغل بتاعه ويحطها كلاود، فلما النسخه دي هياخدها برضو هياخدها بالصلاحيات اللي متعرفه عليها مسبقا. لو خليت الدي ار هو اجر مش هبقى الان بقى من عمليه اللوز للداتا ولا الانكريبشن ليها عن طريق الرانسام وير وغيره، او حتى لو حصل لا قدر الله اي شيء من ده، انا فعليا لما اعمل ريستور برضو مش هبقى الان ان انا اقعد من جديد اعرف الناس عليها وادي صلاحيات عليها، لان هي خلاص هنشوف بعد كده انه الاي سي ال او الاكسس كنترول ليست اللي جاي من ويندوز اجر بيقدر يخزنها، وبالتالي لما تحب تعمل لها ريكفري هي متاحه ليك بعد كده. مش عاوزين نتكلم كلام نظري كتير، ولكن احنا علشان الموضوع زي ما قلنا مهم فلازم ان احنا نبين كل شيء للناس زي ما تعودنا. طيب الخطوات اللي احنا هنشتغل عليها عباره عن 6 خطوات زي ما احنا شايفين كده، علشان نقدر او نوصل في النهايه ان احنا نتمكن من ان انا اخلي المستخدم عندي يطلع يستفيد من الخدمات الاجر فايل شير بالبرميشن اللي هو جاي بيه اصلا من الويندوز او من الاون بريم. اول خطوه ان احنا لازم نعمل
عملية enable أو تفعيل للأثنتيكيشن من جهة الستورج أكاونت اللي على Azure. خلاص كده؟ يعني دي أول خطوة، أنا عندي ستورج أكاونت لازم أعمل له enable للخاصية اللي بتقول إن الستورج أكاونت ده هيتعامل بعد كده مع الـ SMB بروتوكول. تاني خطوة إنه أنا فعلياً الستورج أكاونت اللي أنا شغال عليه أو اللي أنا كريته عند Azure هو لازم يكون منبر عندي في الدومين بتاعي أو في اللوكال دومين، هتعامل معاه بعد كده كأوبجكت سواء كمبيوتر أو يوزر. خلاص هدخله منبر عندي في الدومين علشان بعد كده هو يكون همزة الوصل ما بين Azure وما بين الـ OnPrem عندي، ويتعرف فعليا على السماحيات أو الصلاحيات الخاصة باليوزر. بعد كده أبدأ أدي الـ Share Level Permission الخاصة بالIdentity عندي عند Azure، وبعد كده هبدأ الخطوة الرابعة ديت إني أكونفجور للدايركتري أو الليفل بيرميشن اللي هي الخاصة بالأونبريم، أدي بقى ريد أونلي، أدي ريد ورايت، أدي مش عارف إيه الكلام ده. خلصت عملية البيرميشن وخلصت عملية الكونفجور للدايركتري، أنا محتاج بعد كده أماونت أو محتاج إن أنا أدي درايف ده يكون عند اليوزر علشان يقدر يأكسسه من خلال الشبكة أو اللوكال دومين بتاعه. باستخدام إيه بقى؟ باستخدام الـ Active Directory Credential، Local Active Directory Credential. بعد الانتهاء من الخطوة ديت أنا أو إحنا مع بعض هنعمل تيست للعملية ديت ونشوف إزاي بتتم أو إزاي بيتم التحقق أو إزاي بيتم السماح للمستخدم أو اليوزر إن هو يتعامل مع فايل موجود عند Azure باستخدام الـ Permission اللي جاية من جهة الـ Active Directory. إن شاء الله الفيديو القادم هندخل مع بعض نشتغل على الـ Steps ديت خطوة خطوة، ونشوف إن شاء الله الموضوع بسيط وميسر إن شاء الله. أشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.